مزاج إزاعة والموت فزاعة والفن براعة بحلى. شهر رمضان مبارك، عم نعمل برنامج سل صيامك أنا وحلا. فقراتنا متنوعة ومختلفة كتير، في مسابقات، وحلا أحلى إشي فيها أنه دائما تضل تضحك ببرنامج على الطريق. فنانة يعني على الهواء، بتعرف تشتغل كثير يعني شاطرة، و يعني هي بتغطي علينا وقت القطعات، يعني دائما لما نحتاجها بنلاقيها وين ما كان. انها كثير متعاونة على الهواء، وحتى قبل الهواء بتيجي قبل بفترة بنقعد انا وياها ورامي، بنشوف الحلقة بنناقشها مع بعض، بنشوف ايش عندنا ملاحظات، ايش بحبوا يضيفوا، وكثير متعاونة كثير. شكرا. كتير بتعرف تمشي الشو زي ما بدها، بتوصلنا يعني احنا كدي جيز نشتغل معها على الهواء، بتعطينا الجو انه نلعب الاغاني الحلوة، الكلام الحلو.